دلوقتي يا جماعه نبدا نتكلم عن السيرفيس. خلاص ازاي هنا ازاي بننشئ اي سيرفيس، ايه الطرق المختلفه لانشاء اي سيرفيس جوه الراين والجراس هوبر، تمام، وازاي بنتعامل مع السيرفيس ده. هو يعتبر نفس فكره الكيرف، بس بدل ما كان في ال1 دي هيبقى في 2 دي، يعني بدل ما كان البارامتر بتاع الكيرف عباره عن رقم واحد بس، لا هيبقى في لما نيجي نتكلم عن السيرفيس هيبقى البارامتر ايه في الاكس والواي بتاع السيرفيس نفسه. خلاص فاول امر عندنا في لو عايز اعمل كرييت لسيرفيس، وليكم مثلا عندنا الكيرف ده عايز ابدا اعمل له عايز ابدا احوله لسيرفيس، ففي حاجه اسمها عندي اسمها باوندري، باوندري سيرفيسز. خلاص باجي اعمل هنا اعمل سيت 1 كيرف مثلا واختار الكيرف ده، فهو اوتوماتيك بيحوله ايه، بيقفله ويحوله لسيرفيس. خلاص لو عندي اكتر من حاجه بعمل سيت مالتيبل واختار دول كده، فهيحول لي الاثنين دول كل واحد لايه، لسيرفيس مقفول. تمام. طيب الامر الثاني، لو انا مثلا بالفعل عندي سيرفيس مقفول خلاص، او لو عندي شكل ثنائي الابعاد مفتوح بالمنظر، يعني لو عندي دايره او شكل مقفول كده خلاص. الامر الثاني عندي اسمه اكسترود، احنا اكسترود مثلا، تمام، وباجي اقول له هنا ايه يختار سيت 1 جيومتري مثلا واختار الشكل ده، هو اوتوماتيك بيعمل اكسترود، وباجي اقول له انا عايز الاكسترود في اتجاه الزي، وقيمه الاكسترود ده مثلا وليكن 10، فبيعمل اكسترود للشكل بالمنظر ده. تمام. نفس الكلام لو انا عملت بالنسبه لسيرفيس لاي كيرف، بختار اقول له سيت 1 جيومتري واختار الكيرف ده، فهو بيعمل اكسترود بس هو بيطلعه ايه مفتوح. قلنا بعد كده عايزين نقفله بنعمل كاب هولز مثلا بحيث ان هو يبدا يقفل كنت ممكن برضو اعمل اكسترود للاشكال اللي انا عملت لها دلوقتي باوندري سيرفيس عن طريق ان انا بسحب ده هنا بس كده، فهو اوتوماتيك ايه يطلعهم اشكال اكسترود مقفول. الامر اللي بعد كده واخدناه برضو اللي هو امر لوفت، لو عندي مجموعه كيرفات ايا كان شكلهم واتجاهاتهم وعملت لوفت، اللوفت ده بيعمل ايه، بياخد الكيرفات ديت ويوصل بينهم سيرفيس. تمام. طبعا لو عايز اتحكم بعد كده في النقط بتاع السيرفيس، بدخل على كيرف تولز مثلا وباجي اقف على الاوبشن ده وبختار بحدد، ممكن دلوقتي اتحكم في النقط نفسها بتاعت الكيرفات الاصليه. ده سهل جدا يعني. تمام. الامر اللي بعد كده امر سيرفيس فروم بوينتس، ده اللي احنا كنا بنستخدمه لما بنعمل الايه المعادلات، كان بيبقى عندنا معادله معينه وبعمل سيرفيس فروم بوينتس، او لو عملناها برضو في البطاطس برينجلز يعني. خلاص الامر بعد كده اسمه ايدج سيرفيسز، بيكون عندي مجموعه ايدجات بالمنظر ده. خلاص الايدجات ديت يعني متقفلين مع بعض يعني بشكل ما، فباجي اعمل كومبوننت اسمه ايدج سيرفيسز، ببدا اختار كل ايدج من الايدجات ديت، وليكن مثلا اول حاجه بعمل سيت 1 كيرف واختار الايدج ده، بعد كده عند البي بختار سيت 1 كيرف واختار الايدج ده، هو اوتوماتيك ايه، لو انا اديت له اثنين بس هو اوتوماتيك بيقفل بينهم بسيرفيس. خلاص. طب لو جيت عملت في السي برضو سيت 1 كيرف واخترت ال، هعمل اندو تاني لان هو انا كنت معلم على الكيرف ده وانا بعمل سيت 1 كيرف، فلازم الاول الغي التعليم، وانا اختار ده وبعدين سيت 1 كيرف اختار ده، وبعدين في السي اختار سيت 1 كيرف واختار ده، وفي الدي هاجي اختار سيت 1 كيرف واختار الكيرف ده، هو اوتوماتيك ايه بيقفل شكل الكتله على الكيرفات اللي انا عاملها. طبعا كل ما كانت متقفله مظبوط كل ما هيبقى الامر متطبق بشكل مظبوط يعني. ايه؟ لوفت بيعمل بين حاجات متوازيه، يعني لازم تكون الكيرفات كلها متوازيه. خلاص فهو بيوصل الفيرست بوينت بتاع كل كيرف بالفيرست بوينت الثاني، والاند بوينت بالاند بوينت، انما هنا هتلاحظ ان هي ايه عامله زي باوندري كده محيط بكل بالسيرفيس يعني اللي انا عايز اعمله. خلاص. الكيرفات نفسها كنت انا عاملها بارتفاعات. الكيرف اصلا يا جماعه في الاصل كنت انا عامل كل كيرف بشكل، فاكروا يا جماعه ان الجراس هوبر هو عباره عن الاوامر بتاعه الراينو كلها متجمعه على شكل بارامتريك بس. يعني هي اصلا الجراس هوبر بيطبق اوامر الراينو اللي موجوده اصلا في البرنامج. يعني كل الاوامر دي هنلاقيها موجوده هنا زيها. تمام؟ طيب الامر اللي بعد كده اللي بيكون لي سيرفيس برضه اسمه امر باتش.
بيكون مثلا عندي مجموعه بوينتس زي النقط ديت، باجي اعمل سيت مالتيبل بوينتس واختار النقط دي كلها كده وبعدين مسطره، هو اوتوماتيك بيعمل السيرفس اللي بيجمع النقط دي مع بعضها. حتى لو انا مثلا جيت في اي نقطه من النقط ديت وحركتها هنلاقي اوتوماتيك ان هو بيعمل ايه، بيبدا يحرك السيرفس نفسه وبيشكل فيه بحيث ان هو في الاخر يحتوي النقط دي كلها مع بعض خلاص، او يعني المتوسط بتاعهم يعني. ماشي يا جماعه؟ ممكن. الامر اللي بعد كده امر اسمه نتورك سيرفس. نتورك سيرفس بيكون طبعا زي ما واضح كده بيكون عندي شبكه من الخطوط متداخله، فباجي الاول بقول له ان بقول له بحدد له النقط اللي في الاتجاه الاولاني اللي هو اتجاه اليو، وبعد او الكيرفات اللي في اتجاه اليو، وبعد كده بقول له الكيرفات اللي في اتجاه الفي، فهو اوتوماتيك بيعمل سيرفس. فباجي اعمل هنا كده ايه سيت مالتيبل كيرفز، تمام؟ فهو اوتوماتيك بيقفل الكيرفات ديت، التقاطعات ديت بيقفلها ايه على شكل سيرفس بالمنظر ده. طيب الامر اللي بعد كده يا جماعه امر اسمه سويب. في منه نوعين، في حاجه اسمها سويب واحد وسويب اتنين. خلاص سويب ده فكرته ايه يا جماعه بكل بساطه؟ ان هو بكون راسم له سيكشن معين ومسار معين، يعني سيكشن اللي هو سيكشن وريل، ريل يعني مسار يعني، خلاص، وبخلي السيكشن ده يمشي على المسار ده. بقول له الاول حاجه سويب، في هعمل اول حاجه سويب واحد، اول حاجه بيقول لي اختار الريل بتاعك اللي هو هيكون ايه المسار ده، هعمل سيت 1 كيرف واختار الكيرف ده، بعد كده السكشن سيت 1 كيرف واختار الكيرف ده، هو اوتوماتيك ايه بيبدا يوزع المسار على بيوزع قطاع على المسار. وطبعا لان في ارتفاعات في المسار فهتلاقي يعني ممكن يحصل مشاكل يعني، فاحسن حاجه ان انا استخدم سويب 2، ان هو بيبقى عندي قطاع ومسارين، مسار يمين ومسار شمال. فاقول له مثلا اول حاجه اختار المسار الاولاني، بعد كده المسار الثاني، وبعد كده السكشن، فهو اوتوماتيك ايه بيعمل السيرفس اللي بيجمع الحاجات دي مع بعض. خلاص اعمل له بريك مثلا، الامر اللي بعد كده او اخر امر في طريقه في طرق عمل المسطحات امر اسمه ريفوليوشن. ريفوليوشن ده بيعمل ايه؟ بيمسك اي قطاع ويبدا يلف حوالين نفسه 360 درجه. خلاص تمام، هاجي مثلا اعمل ريفوليوشن، بيقول لي اختار اول حاجه الكيرف، هعمل سيت 1 كيرف واختار الكيرف ده، وبعد كده بيقول لي اعمل الاكس اللي هيلف حواليه. هاجي في الفرونت مثلا واعمل سيت 1 لاين واختار، او ممكن ارسم حتى المحور بالمنظر ده، فهو اوتوماتيك ايه هيلف الشكل حوالين نفسه 360 درجه. ايه لا الري بيكرر عنصر يعمل له كوبي كذا مره، انما ده بيعمل سيرفيس من قطاع. خلاص طبعا لو حركت ال انا ممكن اصلا ممكن اجي مثلا اعمل اصلا الاكس نفسه عباره عن لاين، وعمل هنا كومبوننت لاين، سيت 1 لاين واختار ايه ماشي اعمل كيرف. سيت 1 كيرف واختار ده. فدلوقتي لو انا حركت الاكس ده هو اوتوماتيك هيكبر ويصغر شكل ال تمام. اي عمود بقى او اي حاجه عايزين نعمله ممكن نعمله بالطريقه دي. دي الاوامر اللي انا من خلالها ممكن انشئ مسطحات.